محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصلي وأسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيسرني قبل أن أتكلم بما سيفتح به الله في هذه اللحظة، قبل هذا نشكر فضيلة الأخ الداعي إلى الله الأستاذ الشيخ الجليل مولانا الدكتور محمد طاهر القادري على دعوته لنا لحضور هذا الحفل العظيم. وهذه الدعوة منه كانت في مكان مبارك في الحرمين الشريفين، كنا في مكة معه، ثم كنا في المدينة في مجلس أهل الصفة في رحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك اتفقنا على الحضور، وهناك كان مبدأ هذه الرحلة المباركة. ثم حصل السفر وحضرنا ورأينا، وكنا قد سمعنا الشيء الكثير عن هذه الجامعة القرآنية العظيمة الإسلامية العالمية العالية، عن مدارسها وعن جهودها وعن نشاطها وعن جهود الشيخ الذي بذل نفسه ونفيسه وعمره ووقته في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفي تأسيس هذه القاعدة العظيمة الكبيرة. كنا قد سمعنا الشيء الكثير وقرأنا الكثير عنها بالسماع والأخبار، ولما جئنا رأينا أعظم مما سمعنا، وشاهدنا أكبر وأجل وأعلى وأوسع مما أخبرنا. نعم، كما قال بعض الأدباء من الشعراء، يقول: كانت مساءلة الركبان تخبرنا عن جابر بن فلاح أطيب الخبر، فلما اجتمعنا فلا والله ما سمعت أذني بأطيب مما قد رأى بصري، فلما اجتمعنا فلا والله ما سمعت أذني بأطيب مما قد رأى بصري. فالحمد لله الذي جعل هذه الثمرة المباركة الطيبة، هذه الثمرات المباركة ما تكون طيبة ولا تعطي الخير ولا يحصل منها النفع إلا إذا كانت الأرض طيبة، وكان الغارس طيبا، وكان البذر طيبا.